قام من الصباح وقال يا فتاح يا ده بديك بدا في الصياح. قال لي مرته بكل صراحة وبصوت بالراحة: ما معي تعريف تجيب لنا رغيفة، معي مية مرقة السوق، ما معك مية نظيفة؟ نخش السوق يمكن نلقى وظيفة، وهي شغلة زيادة خير تكون شغلة شريفة. شرب الشاي وبل الريق وتحس فيه الضيق، شال بريق رفع ايده يدعي يقول يا الله طريق يفك الضيق، وقاعد يحسب بناته كم اولاده كم دارين كم شايل هم بكره وخشي العيد. قال 200 اكبر وقاسموا الهم، ويجي الواحد شايل كيس. قالت له قوم مس الهم وانا على ابليس، انت في زمن الحيره زيك كم كل الناس زيك شايلين الهم، ما براقي اود العم اخير تظلم تصم الفم وما تنزف دم، كفايه عليك قول يا الله طريق يفك الضيق ويزيح الزمن الشين، نسد الدين تنوم العين ارتاح بعدين وتروح الحيره ونبل الريق. وصية الصباح. زولا هناك بنالو عشة وراح جواها خشة ولملم تعب النهار وجري النهار، اتمدى راح يحسب زمنه اللي راح، تحس بيحسب في عمره اللي ضاع، راقد ياشر على الهوى هو المجنون سوا. جاته عشة قالت له قوم اتعشى، صاحبنا بخياله والفي باله راح سرح، بعد مسافة حساب وقفة قال لها وقفة مالك ان شاء الله خير، قالت له خير قوم كليك لقمة، قال ليها طيب وراح رجع يعد الوجع. لا من خلاص رجع سمع الديك بدا في الصياح، عرف انه ده الصباح.